بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا عبر قناة الريان الفضائية، مستمعينا عبر أثير الاف ام، حضورنا متابعي هذه الانطلاقات عشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة، انطلق منذ لحظات شوطنا الثالث هنا على أرضية هذا الميدان، ومن ضمن انطلاقات المحل الأول حيث يلتقون هنا في شوط اللقاء. نتحول هنا إلى أرضية الميدان، إلى أرضية الصراع والنزاع الحاضر. تتقدم تمويل محمد بن صالح بن حمد، القمرة القمرة يتقدم إلى أسماء، بينما القدوم والوصول وصلت هنا لكبلشة ناصر بن سالم بن ناصر الأحفيظ. ينطلق هذا الشعار الكبير المنطلق في هذه اللحظات، بينما أشاهد الدخول والانطلاق هنا لكمن تتقدم من الجانب الأيمن للوصول. وصلت هنا لك الشاهينية عبد الكريم بن محمد اليافعي، ينطلق في هذه اللحظات. تدخلت هنا لك أيضا إلى الاسم الثالث، تنطلق هنا لك راهية صالح بن حمد بن راشد الأبرس، ينطلق وينضم هنالك إلى قافلة النداء، بينما التدخل من المركز الخامس من تنطلق في هذه اللحظات. وصلت 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 هنالك فرصة عبد العزيز بن حمد بن عتيق البريدي، هكذا هو النداء الأول. ومن هنا تحول هنالك حيث تغيرت الأمور، هنالك من تقود ركب المقدمة فرصة عبد العزيز بن حمد بن عتيق بن عتيق، هنالك من تتقدم هنالك راهية صالح بن حمد بن راشد آل بريص، ينطلق هنالك يتسلل ليختطف صدارة الشوط. لكن ياهو من شوط، ياهي من معركة في هذه اللحظات. ومع بداية انطلاقة هذا الشوط المركز الثاني تنطلق هنالك تمويل، وهنالك شعارك يا بن قمرة، يا من تقدم لنا تمويل في شوطنا الثالث، بينما المركز الثالث القدوم والحضور والانطلاق. وصلت هنالك العنود علي بن شفيع بن علي آل فهيدة، ياهو من شعار، ياهو من شعار منطلق، له انجازاته وله حضوره المشرف في هذا الميدان وفي ميادين الخليج. ينطلق هنالك على المركز الثالث، بينما هنالك المركز الرابع من تنطلق هنالك وتحضر بهذا الحضور، هنالك فرصة. وعبد العزيز بن حمد بن عتيق البريدي ينطلق، التدخل هنالك من الواصلة والغادمة، وصلت هنالك الذيبة، وهنا فهد بن ظافر بن عبد الهادي الحبابي ينطلق هكذا للمرة الثانية. لكن تحول هنالك لك يا البريص، يا من تنطلق، يا من تقود ركب المقدمة هنا في شوط اللقاية، حيث تلتقي الشعارات الكبيرة، يلتقون هنا أبناء مجلس التعاون. لكن ياهي من معركة، ابتدأت المعركة في هذه اللحظات، تسللت وانطلقت. الله يا هذا الحضور، تسللت هنالك العنود علي بن شفيع بن علي آل فهيدة، ينطلق يتسلل إلى المركز الأول، بينما هنالك المركز الثاني تنطلق هنالك راهية صالح بن حمد بن راشد البريسي، ينطلق هنالك على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك أجيال حمد بن جابر بن جرحب بن جرحب، ينطلق هنالك إلى المركز الثالث. المركز الرابع شعارك يا بن قريع، تنطلق هنا على رابع المراكز من تنطلق، هنالك فرصة. تدخل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس، اسم جديد ينضم الدوحة، محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. لكن نتحول هنالك إلى مقدمة الشوط، لك يا بن شفيع الأمتار، 800 متر الأمتار، الأخير الأمتار الحاسمة، هل ستحسم هنالك من تنطلق؟ هنالك هنالك العنود، العنود تنطلق على المركز الأول، لكن احتدمت الأسماء، أن
انطلقت هنالك من تنطلق، من تحضر في هذه اللحظات إلى المركز الأول، هنالك من تتقدم معك بالمقدمة. الله يا أجيال يا بن جرحب، وصلك بن مسلم، بن مسلم النابت، بن مسلم النابت، ما سلم ومن بن مسلم ينطلق مع الأربعمية متر الأخيرة، يتسلل يبعد المسافات نحو الناموس والانتصار. الدوحة محمد بن سالم، بن مسلم، بن جار الله النابت، النابت النابت يختطف هذا الشوط والنقطة الثانية مع هذا الشعار الكبير. الشوط الأول الرئيسي للقعدان معك يا بن مسلم، الشوط الثالث من يليهم مباشرة مع هذا الشعار. الله ياهي من مسافة في الأمتار الأخيرة مر مرور الكرام واختطف الشوط الثالث، هنالك مع الدوحة محمد بن سالم، بن مسلم، بن جار الله، النابت النابت يختطف هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. بينما من حلت على ثاني المراكز كان الوصول من العنود علي بن شفيع بن علي آل فهيدة، بينما المركز الثالث كان الوصول من مذخورة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة.